بأجواء من الفرح والسعادة استقبلت مدينة السلام مدينة القدس يوم الأحد دورة الشعانين والتي سارت بشوارع القدس بيت فاجي وصولاً للصلاحية بوجود عشرات الألاف من المشاركين حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل. تقدمت هذه المسيرة الصليب المقدس والأعلام والمجموعات الكشفية والمؤمنون وعدد كبير من الأجانب أتوا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذه المسيرة المقدسة. تراتيل وفرح غمرت المشاركين بوجود عدد كبير من الآباء. في نهاية الدورة كلمة من الأب باتيستا تخللتها صلاة من أجل شهداء مصر وشكر كل من شارك هذه المسيرة والاحتفال المهيب في القدس برغم من الأجواء التي تعيشها المنطقة من عدم الاستقرار. وبعدها جابت المجموعات الكشفية شوارع القدس مع أجمل المعزوفات الكشفية للنورسات مارلن الحدوة من القدس.